كنت جعانة بالليل، قلت اقوم افتح التلاجة اشوف فيها ايه كده يتاكل. دخلت فتحت التلاجة لقيت عندي طبق كبدة كنت غسلاه، قلت يلا هتصرف. خدت بقى طبق الكبدة كده وكنت جايبة شوية عيش فينو، قلت هعمل بيهم شوية سندوتشات كبدة اسكندراني لزوم جوع اخر الليل. جيت انا بقى هبدأ ان انا اتبل الكبدة بتاعتي، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس وعصير ليمونة واحدة، وهتبلهم بقى بملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. حابين بقى ان انتوا تضيفوا شطة عاوزينها سبايسي شوية، او ممكن تقطعوا فلفل اللي هو الحار شوية عادي، بس انا مش بحب السندوتشات الكبدة تكون سبايسي. وكنت كمان مقطعة الكبدة بتاعتي شرايح كده رفيعة، او ممكن تقطعها مكعبات صغيرة خالص عصافير كده. وهبدأ بقى ان انا اقلب كل الحاجات دي مع بعضها واتبل الكبدة كويس. حابين تشتغلوا بقى على طول عادي، حابين تسيبوها مثلا نص ساعة او ساعة. طبعا كل ما بتستف التتبيلة اكتر كل ما بتديكي طعمة احلى. انا هنا هسيبها حوالي نص ساعة، هغطيها بقى وادخلها التلاجة، وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل بيها على طول. على البوتاجاز عندي هنا بقى هحط جريل او طاسة، اي حاجة موجودة عندك اشتغلي فيها، واحط فيها شويه زيت بس كتير شويه، لان الكبده بصراحه بتحب الزيت كتير وبيكون طعمها احلى. فهحط كده شويه زيت لحد ما اغطي الجريل او الطاسه اللي انا شغاله فيها. وبعد كده بقى هجيب الكبده وهحطها في الزيت، بس بعد ما يسخن جدا علشان بس الايه الكبده تاخد صدمه كده معايا اول ما انزلها في الزيت. في المرحله دي بقى الكبده كانت قعدت معايا في التلاجه نص ساعه، حسيت ان هي اتبلت يعني كويس. هبدا بقى ان انا انزلها في الزيت، الزيت سخن كده زي ما انتم شايفين علشان الكبده تاخد الصدمه. وهبدا ان انا اقلبها، مش بتاخد وقت خالص على النار، يدوبك بس تشويحتين كده في الزيت. واول ما احس ان هي بدات الميه اللي نزلت منها بدات ان هي كده تقل، هنزل عليهم باربع حبيات من الفلفل اللي هو الاخضر ده متقطع شرايح، حابينها بقى سبايسي تقدروا في الخطوه دي تضيفوا اللي هو الفلفل الحامي او الحار يعني اللي هو الاحمر او الاخضر زي ما انتم عايزين. بس انا زي ما قلت لكم مش حباها تكون سبايسي قوي، فهكتفي بس بالفلفل الاخضر. يدوبك احس ان الفلفل بدا يدبل كده معايا شويه ويغير لون، هطفي بقى كده على الكبده وخلاص تبقى استوت معايا. هروح بقى كده اجيب اللي هو العيش الفينو ده، فتحته بالمقص، محدش يقول لي الكميه كبيره شويه، ما انا مش هاكل واللي في البيت هيتفرجوا عليا، فاحنا كلنا هنتعشى مع بعض. العيش الفينو اللي انا مستخدماه ده هو حجمه صغير شويه، بس بصراحه بيكون احلى واطعم في سندوتشات الكبده. هحط بقى الكبده كده زي ما انتم شايفين من غير اي اضافات خالص بقى، لا ليمون ولا طحينه ولا اي حاجه. انا بحب اعمل سندوتش ساده وبحط بقى الاضافات دي جنب السندوتشات، عشان مثلا لو حد حابب يضيف ليمون او طحينه او مش حابب فما يبقاش يعني اجباري في السندوتش. خلاص هنا بقى كده هحط كل الكبده لحد ما اخلص كل الكميه اللي موجوده عندي، وهبدا بقى ان انا اقدم معاكم الاكل. انا عملت جنبها شويه جرجير كده، كان عندي جرجير غسلته وحطيته برده كده جنب الاكل يعني ايه يفتح النفس كده شويه. وقطعت بقى ليمون وشويه مخلل وبيبسي وخلص على كده بقى يعني ايه، بصراحه كانت عشوائيه حلوه قوي. واحلى حاجه كمان ان هي معموله في البيت. الكبده من الحاجات اللي انا مش بحب اشتريها من بره خالص، بحس ان هي لما تتعمل في البيت بتكون احلى وانضف كتير من بره. وجربوها بالطريقه دي بجد نفس الكبده اللي بتيجي من العربيات، نفس الطعم كده والتحبيشه، طريقه حلوه قوي قوي بجد ليها. فهنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين كده انا خلصت كل كميه السندوتشات، وزي ما قلت لكم انا مش هاكل لوحدي عشان مفيش حد يطلع لي في الكومنتات ويقول لي كل الاكل ده تاكليه لوحدك. لا طبعا انا هاكل انا واللي موجودين معايا في البيت وبس. خلاص على كده بقى هنا الكبده كانت جاهزه معايا، خلصت السندوتشات وكمان غسلت بقى الجرجير وحطيته كده جنب الاكل، وكنت عامله كمان شويه طحينه. طبعا الكبده ما تحلاش غير بالطحينه، عملت جنبهم كده شويه طحينه وكمان حطيت البيبسي، وخلاص كده الاكل يكون جاهز معايا. عايزاكم تجربوا بجد الطريقه دي حلوه جدا، نفس الطريقه اللي احنا بنجيب بيها السندوتشات من المحلات وبتعجبنا كلنا، فبجد جربوها تعجبكم. لحد كده بنات يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والكومنت القمر، واشوفكم بكره في فيديو جديد على خير.